الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا منهمين مسددين موثقين مباركين، اللهم آمين آمين آمين. الحمد لله، موعدنا بإذن المولى جل وعلا مع شيطان، ثعبان، ناري، ساحر، غواص. شيطان، ثعبان، ناري، غواص، ساحر. موعدنا بإذن الله جل وعلا مع شيطان، ثعبان، ناري، غواص، ساحر. موعدنا بإذن الله جل وعلا في هذه الجلسة الطيبة المباركة مع عدو ندعوه إلى الله سبحانه جل في علاه، ونسأل الله لنا وله الهداية أن تكون بداية عام مقبل مشرق زاهر علينا وعليه بالخيرات والطاعات والبركات، أن يمن الله علينا وعليه في هذه الليلة الطيبة المباركة بالفتح والنصر والخير. شيطان، ثعبان، ناري، غواص، ساحر، هذا هو حاله وهذه صفته ومهمته ووظيفته. سنبدأ إن شاء الله جل وعلا في فك الشفرات. وأسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يعيننا. بسم الله. اسمعها مني واعقلها واحفظها، يرحمك الله. أكرت بهذه الأمة من أجل تحطيم كل شيء جميل مشرق طيب في حياتها، بل قل في أنفاسها وإحساسها وقلبها وفؤادها. الله أسأل أن يوفقنا، الله أسأل أن يثبتنا، أن يتقبل منا. أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته، فوالله نحتاج إلى رحمة الله وإلى عفو الله وإلى جود الله وكرم الله ومغفرة الله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نستغفر الله جل وعلا من ذنوب اقترفناها، علمناها أو جهلناها. نعوذ بالله من شر الذنوب ومن ضيق الذنوب ومن كرب الذنوب ومن هموم الذنوب. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. هنيئا لمن طابت نفسه بذكر الله، وهنيئا لمن وجد نفسه في مرضاة الله، فاعلم أنك موفق بتوفيق الله جل في علاه.
أناس الكابدون المشاق والصعاب حتى يصلوا إلى طاعة الله ورضوان الله. فهنيئا لمن يسر الله له البر والخير والطاعة والذكر. اللهم اجعلنا ممن أحببتهم فيسرت لهم أمور الطاعة والصلة والخير والبشر. يرفع رمز التوحيد الماسونية والشيطان وإبليس. كما يقول: إن يسر لكم ربكم هذا فأنا ربي يسر عبادته. شيطان. قد تسألون تساءلون كيف لشيطان ناري غواص؟ الأمر سهل جدا، طبيعته نارية. ألا ترى براكين وصل بحار، أو مخلوقات سام وصل بحار، أو نارية وصل بحار؟ فما ظنك وأنت تخاكي مخلوقات لا تعلم سرها؟ حباها الله جل وعلا بالأسرار، وحباها الله جل وعلا بالقوة وبالشدة، وحباها الله جل وعلا بالتنقل، وحباها الله جل وعلا بقوة البأس والشدة في السحر، وحباها الله جل وعلا بما لا تصفه عقولنا، ويخلق ما لا تعلمون. موعدنا اليوم هو ظاهر الآن، يرفع القدمين في السماء واليدين. شيطان مسوني، ثعبان غواص، ناري ساحر. كل صفة من هذه الصفات هي قوة، كل صفة من هذه الصفات هي قوة، قوة لهذا العدو. لا أريد أن أقول خبيث، لكن أقول عدو. إبليس هو الذي لا يسلم من المنظرين، ما دونه إن شاء الله تعالى هداهم، ما دونه يسلمون بفضل الله جل وعلا، وإن كان في طبعهم الشدة والعناد والتحدي. كلما اقتربوا من إبليس كلما ازدادوا بأسا وشدة وإيمانا به، بقوته، بما ينجز، بما يروا من عظمته، بما يروا من عرشه، بما يروا من ملكه، بما يروا من سحره، بما يروا من أسراره، من طاقته، فتزداد صلتهم به. وإن كانت كل هذه الطاقات والقدرات باطلة، لكن وجب أن تظهرهم في المقابل عظمة الله عز وجل ونور الله عز وجل، كبرياء الله، جلاله سبحانه جل في علاه، عزته سبحانه جل في علاه، ملكه سبحانه جل في علاه، خلقه سبحانه جل في علاه. وهذا يحتاج منك إلى أمر عظيم، صلى الله تعالى أن يجعلنا موفقين. آمين آمين آمين. ثعبان كأنه يتنفس بفحيح خافت، بفحيح خافت، بفحيح خافت، بأنين خافت، والقدم على القدم. ملك ثعبان، شيطان، ملك ثعبان، غواص، ساحر، ناري. نحن الآن نفك الشفرات، نفك ماذا؟ الشفرات. فقط نفك الشفرات. هو في كرسيه جالس، قدم على قدم، ورمز الماسونية في اليد اليمين وفي الشمال. أسمع ذاك الصوت الذي يخرج من جوفه، وأنا هنا أتكلم، وبين أسرار لتفك الشفرات، ونستجمع الطاقة لما هو آت من ضربات. فالأمر يحتاج إلى ضربة وإلى تقديم وتأخير، يحتاج.
اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك. أصعب شيء هو أن يكون الإنسان معه شخصية أقوى من شخصيته، تجعلها الشخصية فيما يرجع إليه بالذلة فقط. اسمع أيها الإنسان، وإياك أن اسمعي يا جارة، أن يشاركك في جسدك من هو أقوى منك وأنت لا تعلم به. ويسقطك في قرارات تراها من قرارات عقلك فيها الذلة والصغر. فتستيقظ على آلامها وأوجاعها وهو بداخلك يتبسم وأنت لا تعلم به. سريع التقلب والعصبية والمزاج، سريع الغضب، كثير الأنا والنرجسية، وفي نفس الوقت أنت في الدون والانهزامية وأنت لا تعلم السر. يتلاعب بك وهو أقوى منك شخصية وقوة وعنادا واختفاء ومكرا شدة، حتى القلب الذي هو داخل أضلعك هو من يسيره، يجعلك في صفاء مع قلبك في الحزن فقط. أما ما يعود عليك بالفرح والسرور فلن ترى إلا مشاركة من الآخر معك. فقط، فما مني. عدوك داخلك سلاحه أقوى من سلاحك، يحفظ طبيعتك وشخصيتك وجوارحك، ويتكلم بلسانك وعلى لسانك وأنت لا تعلم، ويطالع ببصرك ونظرك وأنت لا تعلم، يحرك شهوتك أو يجعل البلادة في فكرك وفي نفسيتك وأنت لا تعلم، ويجعلك في الدون والميزانية ليسعده وأنت لا تعلم. أما إذا كان الفرح فرحك والقبول من الله قبولك فهو فيه عدو لك، لن تنعم أبدا. شارك الطباع والأخلاق والمزاج والروح والنفس والأعصاب والقلب والجوارح والحياة، شارك اليقظة والمنام وهو أقوى منك وبداخلك. وأنت لا تعلم، هو عدوك وعدو لك ولمن حولك ولمن يسعدك ولمن يساعدك. خبيث، شيطان من جند إبليس، يتغذى بالنجاسات، يتغذى بالدماء، يتغذى، أقول لكم كيف أقولها ويسمع سر أهديه لكم هذه الليلة، سر أهديه لكم هذه الليلة. الأبارسة الكبار، السحرة، الشياطين،
تتغذى إما بحياة أو نفاس، لكن إلى حين حياة أو نفاس كيف تتغذى؟ تتغذى بإفرازات أو تتغذى بنجاسات أو تتغذى بشهوات، عادات قبيحة، نظر إلى حرام أو مزاوط رذيلة، لأن بذلك تسمع فاحشة ثعبان. منى عندنا اليوم مفاجآت، هو لا يعلم أني مشي دقيقة مشي لا بد أن تكون عندك في العقل أفهام، فهم وفهم وفهم وفهم. يظن الظان أن في العادة السرية متعة وراحة نفسية وانشراح للقلب والعضلات، وفيها تقوية للروح، وفيها نوم مريح، وفيها بعد عن حرام، ولكن نسي أن القوة إبليس من أبارس وكلت على سطره عظمه عصبه خليعه. طيب سآتي إن شاء الله إلى نقاط تلقي ورقة وقلم معي اليوم، ورقة وقلم، الورقة والقلم، أيها الراقي ورقة وقلم، أيها المريض ورقة وقلم. لا تحتاج إلى كمال في الضرب باللسان، قوة فهمك قوة، وعدوك أمامك يترمح، أنت في جالس تشرب قهوة، لكن فهمت سهل عليك الامتحان، إذا فهمت سهل عليك الامتحان. أنواع من الأبارسة تتغذى بصنف معين، يكون لها طاقة في غذاء معين، مفهوم؟ الذي معنا الآن شيطان، ثعبان، ناري، أحمر، غواص، ساحر، يتقوى بالنجاسات. سطر عندك، لأن كل كلمة قلتها سنأتي إليها إن شاء الله وسترى ماذا سيحصل مع هذا الخبيث. الآن يضرب على فخذيه إن يسمع كل مرة أضيف له شيء جديد يتعلق به. جزاك الله خير. طيب لكن نظارة سيتوها في السيارة. طيب خير إن شاء الله تعالى. حينما يصبح شيطان الدم، شيطان الدم، وحينما أقول لكم شيطان الدم ماذا تفهم من هذه الكلمة؟ شيطان الدم دخل عن طريق قرابين قربت بدم. تعرف كيفاش تتلاعب بعدوك وتوفر طاقتك حين تدرك كأسك؟ احتاج إلى جامعات الرقية الشرعية، إلى جمعيات وجامعات الرقية الشرعية ليسهل العلاج، وأن تأخذ كوب قهوة، كل أب يأخذ كوب قهوة يعالج متاه وزوجه، ويوم على يوم خطوة خطوة توصل بإذن الله جل وعلا.
تنصر بإذن الله عز وجل، يا أبوك العدو تنصر بإذن الله. صلى الله أن يحفظك من أبالسة التجديد وسحر التجديد وشياطين الإنس الذين يجددون. ماذا تعرف عن شياطين الدم؟ هل تعرف شيئا حقيقيا عن شياطين الدم وأباليسة الدم؟ ماذا تعرف؟ هل هناك فعلا في عالم خفي ما يسمى بالميتافيزيقيا، ما يسمى وراء الحجر، مخلوقات تشاركك صنفها يحب الدم، يعشق الدم، يتعلق بالدم؟ غبي غبي، يقول لي غبي، أنا غبي، أنا غبي. أنا غبي غبي غبي، أنا غبي 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 غبي. الله المستعان. غبي 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 غبي. ماذا تعرف عن شياطين الدم؟ شياطين الدم هي شياطين بداية، والشيطان تطلق على كل جن كافر لا يدخل فيه مسلم البتة، عكس إذا قلت الجن قد يكون فيه مسلم وكافر. إذن شياطين كلها كفر، كافر، فاجر، والكفر ملة واحدة، تعبد شمس، قمر، شهوات، أصنام، تعبد إبليس، تعبد يهود، نصارى، المهم كافر، لا تؤمن بالواحد الأحد، وهي شياطين. ولماذا قلنا الدم؟ هناك شياطين حينما فتحت عينيها أبصرت الدم في واقعها الحقيقي، فكان ريح الدم بالنسبة لها طيبا وعطرا، وتتذوق الدم فكانها طعاما وشرابا وغداء، فهي تعشقه عشقا جنونيا، وتتنافس فيما بينها في جنسها بالقرابين وأنواع القربات التي تقدمها دم. سجل عندك لأني سأضيلك نقطة كيف تصل إلى هذا، هو أن يترنح ويتعذب، كيف حينما نعطيك عنوان على اليوتيوب أو الفيسبوك وحينما أقول لك كذا كذا، كيف تأخذ منه رقية تجعل عدوك صريعا ويستسلم بإذن الله عز وجل. اصمت، سجل عندك، قد يكون كلامي في بعض استرسال كان ندخل هنا وهنا، ولكن الغاية أصل إليها بإذن الله. ركز معي، وتعجب أن قلت لك هذه الرقية ويتعذب بعذب شديد، أوجه، أنصح، أشرح، العدو يشخص حالته، أعذبه، يتعذب، يكابد، يقاوم، يسلم، والكل في سياق واحد بفضل الله جل وعلا. فلو كنت في عرس وأعطيت موعظة فقد أوجهها للنساء فيصبح في نصيحة فتنة. لو كنت في المحاضرة وخصصتها بهذا الفهم بهذه النية وسقط الجميع ك
كانت فتنة، لو صليت بالناس إماما وقرأت بهذه النية فصنعت الأخوات كانت فتنة. صحم لا، لو ألقيت خطة الجمعة وكانت بهذه النية والناس ما قال شيء ويشرح لنا، لكن صراخ وعوي وبكاء وحق كانت فتنة. لا بد أن نقدر في أسرار في الخطابة، في نبرة الصوت، في النية، في القصد. الله يدخل المال العام بالفرح والسرور، اللهم آمين. لا شيء يستحق أن تحزن عليه، أن تكون طيب مع ربك وأنت الأب. اللهم سعدنا يا رب العالمين. طيب، أسأل الله تعالى أن يفتح علينا في الخير والطاعة والبر. انتهى الكأس بمعنى شوية قربات. شوية قربات، كأس القهوة سالة، شوية قربات. وجد الرسول في يرقى قوية إن شاء الله تعالى، أرقتكم مطولة قوية حول الشيطان وإبليس والأبارسة والدم والنار والغواص، تكون حارة حارقة بإذن الله تعالى. بعدين نشوفوا غنسمع الكراسي كيتهزو كيتلاح هنا وهنا جاية، غنخليها دون توقف حتى نتمم هذه الأمور وكنقلب فيه كنقاد فيه دابا كنستوي. طيب، قلت وبالله التوفيق، الشيطان الدمي مع شياطين الدم تكون خاصة بطقوس الدم، وتحب مناسبة الدم أو الأماكن التي فيها يذبح لغير الله عز وجل. ولهذا تسمع الجزار البشا حمو حمو ميمون البشا ميمون، كتسمع أسماء لها علاقة بالدم مباشرة. هذه لم تأتي كخرافة أو صدفة، إنما هي أصبح حال بالمتابعة عبر الزمان. ولهذا حتى في طرق الكفر أو السحر والشعوذة يذبحون دجاج، ماعز، البقر، الشمال، تذبح سواء بحضور من سوف يذبحون لا أو في غيابه بآثاره، سواء يكون حاضر أو يكون على صورته أو على اللباس ديالو أو الآثار ديالو. لماذا؟ لأن لا تذبح عبث، إنما هي تذبح قرابين لكبار الجن. أجل، تذبح قرابين لكبار خاصة الشياطين والملوك. اسمع جيدا، تذبح لكبار الجن، هذا يوجب أن يفهمه الناس، تصبح قاعدة معروفة عند الجميع. في تلك البقاع التي فيها الذبح يحضرها ويسكنها شياطين وأبارسة وملوك الجن، لهم خاصية عشق الدماء، حب الدماء، كما هو الموجود في مكناس سيد معلي. كما أي نعم ضحك سيد معلي وسيد الكامل، وفي المدن المغربية في أنواع، وفي الجزائر موجود، في المغرب موجود، في السودان موجود، في مدن، في دول شتى موجود للأسف الشديد. تكون مناطق تعرف أنه يذبح فيها، بعض الأماكن كيمشيو لها الناس كيوجدوا دائما عند الضريح، كي في الغالب تكون ضايع ديال العيشة، كيعموا فيها، ترمى فيها الجيف، ترمى فيها الميتة، أو يكون بحر أو يكون واد، يكون له علاقة بالقبر وعلاقة بالمياه. اسمع جيدا، أو تكون حتى تكون هذه الأماكن تذبح فيها تكون بعيدة عن المياه، فيقرب فيها قرابين لكثرة الدم الذي يسفك هناك، تكون أماكن محببة عند الأبالسة لأن فيها دم مسفوح
فيها دم نجس، فيها دم حرام، وتصبح تلك المناطق محببة عند الصحارى، لأن فيها تكون الأصحار قوية خاصة، وأن تكون تقوم فيها تقام فيها طقوس، أحيانا تؤكل الميتة أو تؤكل الحيوانات حية، كتكل حية، كتنهش حية حية حية، توزع حية. وكل هذه الطقوس لها علاقة بالطير والحيوان والدم، وأحيانا قد يكون فيها دم الإنس، كتشوف أن الناس يطلع فيهم الجن ويأخذ السكاكين والسيوف ويبدأ يضرب الرؤوس، يشق الرؤوس ويضرب الجلود، وتمتزج دماء الحيوان بدماء الإنس بشهوات الجن، فتصبح بقاع ملعونة، تصبح بقاع ملعونة، وحتى من يجاورها قد تصيبه اللعنة، وقلما يسلم من يجاور تلك البقاع لاستئساد الجن والشياطين. تصبح الشياطين تنتشر هناك وعليها عضلات، تصبح الشياطين تنتشر هناك وعليها نياشين وأوسمة قوية جدا لكثرة الدم الذي قرب لها، شربت من دماء الإنس ومن دماء الطير ومن دماء الحيوان، فتصبح شياطين صلتها صلة أكيدة وطيدة قوية متينة بالدم خارج البدن، فيكون من شرط الساحر أن تقرب لسيتهم عيشة أو حم أو ميم أو دم، لأن الشروط هذه تملى على رغبات الخادم أو الشيطان الكبير، فيشترط ماذا؟ دما. قرب قرب ولو ذبابة، قرب القليل أو الكثير، كل يجد على جواده، يقول لك جوادنا بغاو، جوادكم بغاو، جوادنا قالوا، ماذا قالوا؟ قرب، مش الكفر، يا لله، هذا من أراد أن يرضي نفسه، المستسمع لي الله، مش مشكل، ولكن في مكان النصب هي لغير الله، لا يرضى بها الله جل وعلا، ويسميت في اسم الله، ويمكرون ويمكر الله، فهي لغير الله، تخدع الله سبحانه وتعالى، تكذب على الله، فجاء القلب بها لغير الله فهي لغير الله، أنت تهديها لغير الله فهي لغير الله، خلاص انتهى الكلام، ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، ولو شاء ربك ما فعلوا فضروا ما يفترون. فتذبح سواء طيرا، دجاجا، معزا، ظأنا، غنما، جملا، تذبح لجن أو شيطان، وعليها آثار وملابس أو اسم أو صورة، وتنتهي المهمة. سوف ندخل في مرحلة أخرى الآن. المهمة الأولى تنقسم إلى قسمين، إما أنها تقرب مباشرة لكبير وهو الذي يتولى المهمة بدخول البدن، أو إلى كبير فيوكل من دونه بدخول البدن، أو معا دخوله مع خدامه في البدن. اسمعوا جيدا، هنا تبدأ قصة معاناة كثير من الناس، السحر الذي له علاقة بشياطين الدم، قرابين الدم، فلا يعلم المسكين متى ولج جسده أو دخل بدنه، فحينما تأتي مناسبات الدماء تشتد الأزمات،
وتتوالى الطعنات، فيبدأ تتيه أعوام وسنين. وهذا الذي يقترن بالتم حينما يدخل، أول ما يؤكد عليه هو أنه لا بد أن يصبح هذا الجسد كاسد راكد، لأنه قوي، لأن الذي قرب له على مدار السنوات أعطاه قوة، فيكون صاحب التم قوية وإن كان خادما. قبل أن يدخل البدن كان قرب له من عام من أعوام من دماء وقرابين، فأعطاه هذا ثقة في النفس، أعطاه هذا صلابة وشدة. ثم دخوله للبدن لا شك أنه يرى فيه من الدماء ما كان يعشقها خارج البدن، خاصة عند النساء، حيض كل شهر، حيض كل شهر، وقد يصبح عاشقا فيتعلق بالنجاسة والحيض وبالنفاس والحيض وبالجروح والحيض وبالجراحات والحيض، يتلت الحوادث من أجل الدم والحيض، تجد جروح لا سبب لها، خدش لا سبب له، فتصبح مشاكل داخل البدن لها علاقة بالدم، لأن طبيعته خارج الجسد شيطان دم، في مكان الدم قرابين الدم، فتعلقه بالبدن لن ينسيه أصله وما كان يعشق ويتمنى خارج البدن وهو الدماء، فتصبح دماء الجسد في خطر، تصبح صفائح الدم، كريات الدم في خطر، قطرات الدم في خطر، فيعلم أن الجمال له صيت بالدم، قوة البدن له صيت بالدم، فهم ذكاء له صيت بالدم، والشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم. أما إذا ارتقى إلى أن يكون ساحر فإنه يجد طالته داخل الجسد فيصبح ساحرا بالدم، بدم الجسد، وهذا أخبث وأقبح أنواع السحرة في الجسد، يسحر بالدم، دم حيض، دم عادي، جروح، فيصبح ساحر دم، أو يصبح عاشق على الدم، كما نسمع عاشق على زهرية الدم، طاقة الدم، أنوار الدم، فله علاقة بالدماء أيضا، أصله الأول الذي بيولد. وحينما تسمع زهرية الدم فإن صلة ارتباطه لم يكن بذكر نسبي أنك، وإنما بمنشئه وأصله والده ووالدته، فيوجب أن يعلم هذه القاعدة حتى نفرق بين هذا وهذا، والسر في اتصال الدم. لكن فرق بين زهرية الدم، حين تسمع دائما زهرية الدم فإن الذي أمامك ما هو إلا فرع، الأصل بعيد وهو الوالد والوالدة، لأن يعني الزهرية لا تشبث ولا تتمكن في الغالب إلا في بطن، قد يكون بطنها رسم عليه وهو البطن المصابة، وهي بطن الأصل هي الأم، وقد تكون تلك الأم أصلا حتى هي مصابة من أصل الذي قبلها وهي الجدة، جدة أم الأم، وهذا أمر آخر، وكله علاقة بالدم، دم خارج البدن ودم في التكوين، في تكوين الجنين، دم يجري في بطن أو في عقل وفي أركان الجنين، ويشارك ذاك الشيطان أو ذاك المتيم أو ذاك المتعلق ببطن أم أو جدة التي كانت حامل بالجنين، فيرسم شكله أو يرسم آثاره، يرسم آثار، يشارك في آثار أو يضع بعض الآثار، وهذا لا يتنافى مع قواعد الشرع، فوجب أن يفهم. ومن ثم تبدأ طاقة الزورية وعلامة الزورية وأصل الزورية مع الأبارث والجن والشياطين والدم، وهذا أمر خطير جدا. فشياطين الدماء كبيرة وكثيرة جدا، ولهذه الإصابات تشتد عليها الحالات في مواسم الدم، خاصة من
من عيد الأضحى إلى الأواشر، عاشوراء، عيد مسلمين وعيد آخر للمسلمين، لكنه يرونه أقرب اليهود أقرب إليهم منا، لأنهم يرونه أنه في دينهم ومن دينهم. ولهذا جاءت السنة أن نصومه فرحا بنجاة موسى، فنحن أحق بموسى منهم كما بين صلى الله عليه وسلم، ولمخالفته نصوم يوم تسعة وعاشرة، لكن في قاتل أنفسهم يرون أن هذا اليوم هو يوم نصر وسحر ودم، وأرادوا أن ينجسوا ما كان لله خالصا. ولهذا الشياطين حينما تأتي عيد الأضحى فإنها تحارب الأفراد والأجساد التي تسكنها، لأنها ترى أنه قربان قرب لله خالصا فلا تريده خالصا، وأنه عيد لله فلا تريده فرحا لله ومع الله، لكن تفرح إذا ذهبت إلى طقوس الكفر، إلى ذبح لغير الله، إلى الأضرحة، المواسم، القبور. ولو تدخل تقول لك غير دعيت مع الميت، حطيت غير شمعة، درت غير مورد، تجد واحد الراحة. لماذا؟ لأن الشيطان يريدها. دابا أنت كنتي لهي وليتي حدا رجلي، ما لقيتي حتى بلاصة. وعندك تحول إلى ثعبان وكل دغني، عندك تحول إلى ثعبان حقيقي وكل دغني، وما عرفتي شنو كاين. بسم الله الله أكبر. عندك تحول إلى ثعبان وكل دغني، وما عرفنا شنو كاين، راه تحترج ليا. يلا أرجع بلاصتك. تحت الكرسي. شيطان، شيطان الدم، ساحر، ثعبان، غواص ناري، على النجاسات وقارورات تقوى للقلة والذلة لتعطيل كل شيء، وسحره بالدم أيضا. ويا شوف كان له بعيد، راه ولا تحت القدم، تحت الكرسي الآن، تحت الكرسي. ثعبان يزحف. الله المستعان. يلا رجع رجع من المكان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما لنا إلا نتوكل على الله، وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما يتوكل المتوكلون. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. الله
سكن الجسد. اللهم إنك تعلم من سكن الجسد. اللهم إنك تعلم من أسلم وأسلمت في الجسد. اللهم إنك تعلم من أسلم وأسلمت في الجسد. اللهم إنك تعلم من تعاون على البر وتعاونت على البر في الجسد. اللهم إنك تعلم من جلى في المنام أنوارا. اللهم إنك تعلم من جلت في المنام أنوارا. اللهم إنك تعلم من أوقف أسحارا. اللهم إنك تعلم من أبطلت أسحارا. اللهم إنك تعلم من أسلم في الجسد خفيا. اللهم إنك تعلم من آمن في الجسد خفيا. اللهم إنك تعلم من أحسن في الجسد خفيا. اللهم إنك تعلم حال المستضعفين من الجن في الجسد. اللهم إنك تعلم حال المستضعفين من الجن في الجسد. اللهم إنك تعلم من هددهم. اللهم إنك تعلم من خوفهم. اللهم إنك تعلم من قيدهم. اللهم إنك تعلم من ربطهم. اللهم إنك تعلم من سحرهم في الجسد. اللهم إنك تعلم ربنا أسرارنا من المسلمين في الجسد. اللهم إنك تعلم من سجن المسلمين في الجسد والمسلمات في الجسد والمؤمنين في الجسد والمؤمنات في الجسد. إلهنا تعلم حال كل ظالم. جعل قواعده متينة وأركانه شديدة. اللهم إنك تعلم حالا طغى والغاك كثيرا في العقل تحصان في القلب تجبر. إلهنا سيدنا مولانا لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم ربنا فك أسرانا. اللهم ربنا فك أسرانا من الجن من أيدي الأبارسة الشداد. أرسل ربنا عليهم ربنا الرياح والعواصف. أرسل ربنا عليهم الرياح والعواصف. اللهم أرسل عليهم ربنا من يسرهم سوء العذاب من جندك ربنا ومن ملائكتك ربنا. إلهنا جل لهم قدرتك وعظمتك وشدتك يا الله في اليقظة وفي المنام. في اليقظة وفي المنام. اللهم ربنا زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم ربنا اجعل بأسهم ليلهم شديدا. اللهم ربنا ارم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين ظالمين. إلهنا استودعناك جندا من الجن يسلموا لك. استودعناك ربنا. استودعناك ربنا خلقا من خلقك آمنوا بك. كفروا بالسحرة كفروا بالفجرة. كفروا بالسحرة كفروا بالفجرة. اللهم ربنا فك قيودهم. اللهم ربنا فك قيودهم. اللهم ربنا فك قيودهم. لا إله إلا الله. لا
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عليها اجتمعنا إنسا وجنا، عليها 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 وحدنا الصفوف، بها نقاتل بها نقاتل بها نقاتل، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. معشر الجن يا خيل الله اركبين، معشر الجن يا خيل الله اركبين، معشر الجن يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. كلنا لله جند، كلنا لله جند، كلنا لله جند، كلنا لله جند. نحارب الكفرة الفجرة، السحر الكفرة الفجرة، نحارب ونقاتل، نحارب ونقاتل، نحارب ونقاتل. بسم الله على الله توكلنا، بسم الله على الله توكلنا، بسم الله على الله توكلنا. من سكنوا الجسد، من سكنوا الجسد، من سكنوا الجسد، أسلموا لله، أسلموا لله، أسلمتم لله، ولوا عليكم خياركم، ولوا عليكم خياركم، ولوا عليكم خياركم، ولوا عليكم الآن 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 خياركم، ولوا عليكم الآن خياركم. يقودكم الآن 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 منكم خياركم. يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بأمر الله التقى الجمعان. بسم الله، بأمر الله التقى الجمعان. بسم الله، بأمر الله التقى الجمعان. يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. بسم الله التقى الجمعان، بسم الله التقى الجمعان، بسم الله التقى الجمعان. يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. بسم الله التقى الجمعان. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا. لا تحزن إن الله معنا، 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 إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا. لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. نحن الأشداء الأقوياء بالله، أشداء أقوياء 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 بالله، أشداء أقوياء. فليرفع بإذن الله جل وعلا كل منا سيفه بالإيمان،
وليسمع لرب الأنام ورب الإنس والجان لا إله إلا الله. يرى الخوف والفزع في وجوه الكافرين فلا تولوهم الأدبار. نتقدم بإذن الله جل وعلا في الكهوف والمغارات والحصون حتى نصل بإذن الله إلى كل فاجر ظالم كبير يقطع تقطيع يرى عليه البأس والشدة والمحنة والضعف والاستسلام والمهانة والاحتقار. نبحث ونحن شداء بالله أقوياء بالله رجالا ونساء، فلطالما عذب عفة، فلطالما عذب قلبا، فلطالما عذب عقلا ودما وجوارحا. كل منا يحمل بفضل الله تعالى سلاحه، وأول سلاح الإيمان بفضل الله جل وعلا. ولنكبر جميعا تكبيرا واحدا به تزلزل قلاع وغرش الكافر، ولنسمح حاشيته زبانيته جنده أين أنت من بأس شديد ومن كفر شديد، أين أنت من سحر شديد، جل نفسك إن كنت قادرا قويا فالسيف على رقبتك أو على جلدك أو على قوتك، ونحن بالله أشداء وقياء في اليقظة وفي المنم، والله معنا، ومن يسمعنا من الإنس بفضل الله معنا، وكتاب الله معنا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم معنا، ونرى بفضل الله التوحيد لله جل وعلا، ونرى بفضل الله تعالى التوحيد لله، ونرى كذلك حربا ماسونية ترمز برمز الشيطان، فهي حرب بين الإيمان وبين الكفر، حرب بين أهل الإيمان وأهل الكفر. يا خير الله اركبي، سنجعلها بإذن الله تعالى مدوية قوية صداها يصل إلى أبعد مدى، فليسمع القاصي والداني أن بالله أقوى، والنصر لنا، وما النصر إلا من عند الله، يومئذ يفرح المؤمن بنصر الله، إذا جاء نصر الله ومعه الفتح والفتح. فأسمعها أسمعها إلى كل ثعبان نجس في النجاسات في المجاري، أسمعها لكل ثعبان قادر نجس خبيث كافر فاجر مسؤولي، أسمعها إلى كل ثعبان ملك كبير، أسمعها لكل نار شهواني نجس كبير، أسمعها لكل غواص نجس في الأوحال والطين كبير، أسمعها فاسمعها وأسمعها لمن هم معنا على قبلة واحدة وعلى كتاب واحد وعلى رب واحد ونبي واحد. نبدأ بسم الله، فاسمعها مني، أما كنت تحت قدمي، أما كنت عندي، فملتي أبعدك ونحاك حتى وصلت علمك لأني بدأت لتعلم لكل أمر حل وعلاج، وما أنت إلا أمر في قدر الله تسير، لأمر معلوم كتب عند الله بأمر يسير. فاسمع، إن الذي كتبك بقدر يوجب برضاه بمحبته وطاعته بقدر، سهما قاتل لا حركة معه يصل سبيداء قلبك، فلا ترى من حالك شيء إلا الجحيم والسعير. فاسمع، فنحن نبدأ بإذن الله تعالى، نبدأ. أرى بدن إنسي يتلوى أمامي، والحقيقة أن بداخلها شيطان ثعبان يتلوى أمامي. قواك الكفرة والسحر بالتم والنجاسات، صح لا أجل، لكن تضعف بإذن الله تعالى أمامي. فاسمع، والذين سجنتهم سنين يحرمون بالله بإذن الله. يا خير الله اركبي، يا خير الله اركبي، وعيد لهم مصدر من قوة ومن اعتبارات الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، سنرهبكم
إنما هي بداية النطق والكلام والبيان. ستندم على اليوم الذي ولدت فيه واليوم الذي جئت فيه واليوم الذي تقويت فيه واليوم الذي اعتديت فيه واليوم الذي تحديت فيه. قال لي أتحداك وأتحدى ربك. اسمع، قال لي نتحداك ونتحدى الرب ديالك. هكذا قال الآن، قال لي أتحداك وأتحدى ربك. هكذا خبيث، قال أتحداك وأتحدى ربك. طيب ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على بطنه. سؤال، من جعلك تمشي على بطنك؟ من جعلك تمشي على بطنك؟ ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على بطنه. يمشي على ماذا؟ على ماذا؟ على ماذا؟ على بطنه. الحية تمشي على بطنها، الثعابين، الزواحف، صح ام لا؟ لا يمشي على قدميه انما يمشي على بطنه. رجع الى تحت قدمي، يمشي على بطنه. الثعبان تحتي، لو كان الثعبان حقيقيا ربما ما استطعت الجلوس هكذا، لكن اعتدنا. ومنهم من يمشي على بطنه. لو كان ذكيا كان يتشكل الآن ثعبان حقيقي، ربما خفت منه وصارت مفهوم، لكن ما يستطيع، خلاص قيد بي، قيد داخل البدن، ذري من الصحراء. الصحراء حبسوه، ذلوه، هو قوي غير على الأمعاء الضعيفة مسكينة، يعمل فيها كيف بغى. دابا غنسولك سؤال، علاش جيتي تحتي؟ شنو معنيتها؟ عندها شي معنى؟ عطيني معنى شنو هو؟ أن الله يجعلك تحت أقدام المؤمنين. شئت أم أبيت؟ أن الله يجعلك تحت أقدام المؤمنين. أن الله يجعلك ماذا؟ تحت أقدام المؤمنين وإن كنت رافض للأمر. أن الله يجعلك تحت أقدام المؤمنين، أنت تحت القدم ديالي الآن. أن الله يجعلك تحت أقدام المؤمنين شئت أم أبيت، الله يجعلك تحت أقدام المؤمنين. شوف فين كيجيب الله كتزحم على بطنك ذليل باش تكون تحت أقدام المؤمنين، صح ولا لا؟ تحت أقدام المؤمنين. أوقف اتصال هذا ويسكن تحت أقدام المؤمنين. مزيانة هذه، عجبتك؟ تحت أقدام المؤمنين. ها؟ ها؟ عجبتك تحت أقدام المؤمنين؟ ها؟ لتكون ذليلا تحت أقدام المؤمنين.
يا خيل الله اركبي تحت أقدام المؤمنين، هو الآن تحت القدم، تحت المكتب، تحت القدم مضبوط، كله عند قدمي، من جاء به أمن نفسه، أسرار لا يعلمها إلا العزيز الغفار، ولكن نذكره بها ونبين له، الأمر ليس له، لو كان له ما كان ليكون تحت قدمي وتحت قدمي، ولكن ليعلم أن معية الله معنا، ليعلم أن معية الله جل وعلا معنا، أي نعم أن معية الله معنا. ها؟ شنو؟ ها؟ شنو قلتي؟ ماذا قلت؟ شنو قلتي؟ اليوم بإذن الله نشهد إسلامه إن شاء الله جل وعلا. اليوم نشهد إسلامه إسلامه إن شاء الله. إسلامه وإيمانه وإخباته وبكاءه بإذن الله جل وعلا في ليلة الجمعة بداية سنة ميلاد هجرية جديدة إن شاء الله تعالى، تشرق عليه يعني يطلع عليه فجر هذا العام وهو مسلم بإذن الله عز وجل، يشفى من أوحال النجاسة القاذورات، يوصل بالماء والثلج والبرد ويكون مؤمنا إن شاء الله تعالى. صح؟ ها؟ قال لي أنت مخطئ يا غبي. قال لي أنت مخطئ يا غبي، كلهم يسبونني ينعتونني بالغباء، كلهم ينعتونني بالغباء للأسف، وأسفاه كم ضيعت من عمر في الرقية وأسب أني غبي، وأسفاه قضيت عمري في الرقية وأنعت أني غبي، وأسفاه غبي. ولعل تكون إن شاء الله لنا احترار لأنفسنا ونزيد إن شاء الله. اسمعني جيدا، شوف الغريب أنه ناس على البطن ولكن القدم على القدم، ولو أنني على البطن لكن الملك. الله المستعان، أسلم لله عز وجل. لم أبدأ بالرقية، يعني أرى ما يناسب الحال، أنا أشوف الآن كيفاش كيتعامل وكيفاش كان ليه ورجع، فأنا أدرس أمور كثيرة أنتم لا تعلمونها، مفهوم؟ ليس كلام أو تضيع الوقت أو تسلي مع الجن أو لا، لأني أبحث عن مدخل في الوقت المناسب بإذن الله عز وجل، أبحث عن المدخل في الوقت المناسب بإذن الله، وهذا أهم شيء في العلاج خاصة مثل الحالة. يلا هيا رجع إلى مكانك إن شاء الله، ارجع إلى مكانك. ما اسمك؟ حمو؟ 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 حمو شرب دمك؟ حمو أكيد اللي تقلو حمو 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 تصرع، يقول وشنو هذه؟ لا، لأنك تهز اسمه، تحرك طاقته قوته حتى إن كان مختبئا، كي تقلو عيشة 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 كتفيق، تقولك شنو؟ كأنها خصوصا سمعتها بشكل سريع نفس باش حمو باش حمو باش حمو باش حمو، أول باش حمو قال لي أجل. والباش حمو أعلى رتبة من حمو، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ها؟ باش حمو باش حمو باش حمو، كي يسألك أصحاب الأغاني علاش كيغنيو عايشة يا كان عاود أنا حمو، كل أغنية عندهم ديالها وقتها وكذا، أنك تطيب الجن بهذا الاسم وكتدلهم تلك الكلمات تلك الطقوس، لكن نحن نقولها من أجل اهتزاز، من أجل تأثير، من أجل نفسية، من أجل تأثير، ولا بد يعرف الفرق بارك الله فيكم. فالساحر ينفث ويعقد وأنت تقرأ قرآن ليبطل تلك العقد مع النفس، وشتان بين نفس ونفس وبين ذكر العقد وعقد،
فهذا لابد أن يفهم. بشا حمو بشا حمو بشا حمو بشا حمو. صعب أن يكون بشا حمو ومقيد في البدن بالسحر، فإلي البشاوية فين تحمو الدم؟ باشا حمو وكن عقد الساحر، إذا خدام. باشا حمو وكن مربوط في الجسد، إذا هو غير خدام، خادم. باشا حمو مربوط، ما يقدر يقدم ما يأخر من حياته، ما يقدر يقدم ما يأخر من الأمر دياله. إسلامه اختيخ فيه الإذن، يوقف المعمى خوف من الساحر. وأنت الباشا حمو وباش نفعتك باشا حمو، وما تقدرش تتحرك إلا برخصة، ما تتكلم إلا برخصة. المهمة لابد أنك تأذي رغم عنك بالليل وبالنهار شتاء وصيف، وتقول باشا حمو باش باشا حمو بأوامر الساحر بأوامر الدم. أنت باشا حمو يوم ماذا معها؟ أين هي الشخصية والرجولة والإرادة والحركة؟ أين هي؟ باشا حمو باشا مينو. نعم تقول باشا وتكون ملك وتكون كذا في عالمك، ولكن ماذا معها من حق؟ ماذا معها من قوة؟ ما معها من استقلالية؟ ما معها من رجولة؟ ما معها من عدل؟ لا شيء، مربوط محبوس. إذا انت خدام بحق بحال الخدامة ديالك وفي البدن، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ قل لأجل يا ربي. ها؟ ها؟ شنو؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ها؟ باش يحمو الباش يحمو مسجون ومحبوس وما يقدرش يتكلم وما يقدرش يخالف الساحر. انا مخطئ، راك انت اللي ما فاهمش. يعني انت الان حريتك بين يديك؟ لا ابدا ابدا. اعطيني دليل واحد على ان حريتك بيدك، انك قوي لكن محبوس بالساحره، محبوس بالطقوس ديالها اللي انت عارف، صح ولا لا؟ كيفاش؟ شنو انت محبوس بالطقوس الساحره؟ لا محبوس بالطقوس الساحره، محبوس ولا لا؟ ها؟ محبوس ولا لا؟ ها؟ محبوس ولا لا؟ محبوس بطقوس ساحرة. ها؟ تعيش في الظلام، تعيش في الظلام، في الظلام والنجاسات. أجل في النجاسات، في الظلام والنجاسات. أجل تعيش في الظلام والنجاسات، تعيش في الظلام والنجاسات. ولد عملت له الضوء، يعيش في الظلام والنجاسات. تهبط يا عالم، الله 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 يا ربي يا ربي. الله هيا 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 بسرعة. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتانيات ذكرا فالتانيات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله بسم الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. اسمع 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 القرآن إلى جمال القرآن. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. اسمع 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 اسمع. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولماذا قال الله تعالى مشركة الله إياه ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. اسمع اسمع اسمع. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتقون ويسألونك عن المحيض. اسمع اسمع. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. الإسلام تشريع إلهي الطب سماوي. اسمع ماذا يقول الله. ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى قل هو أذى
قل هو ذا فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. سمعت؟ تعلم 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 شرع الله. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أسمع والله آية جماعة النقاء والصفاء والطهرة والشرعة والخير والاحترام والتقدير جماعة كل شيء آية يا الله. أسمعت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. أسمعت؟ نعيد عليك. اسمع جيدا. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أسمع. إنه القرآن كلام الرحمن إنه الله أنزل بفوق سبع سماوات وبالحق نزل. أسمع. دين الطهر والصفاء دين المحبة والمودة والرحمة دين القوة والعزة والنور والبر والصلة دين الله عز وجل. أبعدنا عن الفتن والمحن والشبهات والمضلات زيننا وحبب إلينا ما يحب وفيه حبنا ومرضات لربنا فله الحمد. أسمع. له الله لك الحمد خالقي. أسمع. فله الحمد ربي. آية. يلا هيا أفتان أنت هيا 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 خبيث مين خبيث 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 هذا خبيث خبيث ثعبان ماكر خبيث وأنا علم أقول
ثعبان ماكر خبيث. وأعي ما أقول. مشكلة بقى وقف لي هنا، كيفاش غادي نلقيه؟ كيفاش نهزها؟ كيفاش نكبر الصوت؟ كيفاش الحركة؟ كيفاش أنطر نعذب؟ أنطر نعذب الخبيث، أنطر نعذب الخبيث. أوكي عاد مش هنقول أنطر نعذب الخبيث. كتسمعني ولا لا؟ أنطر نعذب الخبيث. باش ناخذ راحتي، نعرف خاطي خبيث، حتى باش ناخذ انا الراحه ديالي في كذا. هو الان يتلاعب بيديه وبرجليه، هاي 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 هيا 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 يا هيا 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 خرج انت من خرج هيا هيا خرج هيا هيا يا بسرعة بسرعة يا بسرعة حول المكان هيا 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 شكل كبير ومجر هيا هيا بسرعة هيا بسرعة هيا بسرعة وش غلبتيني وش غلبتيني رجوني وش غلبتيني واش انت غلبتيني دابا ها غلبتيني انت زيد لا مزيد واش غلبتيني ويلي حنا مش مع السبوعه نروحو مع الضبوعه تبغيش بسم الله بسم الله اسمع جيدا اسمع جيدا كلمات بينات واضحات اتفاق بشر خير سلم لا عذب وتقطيع مش غادي نرحمو ما نرحموش والله تنهزون ندير داكشي ديالنا من المقنع وراحت بسلام يجي يبقى يهرف فيا انا يقول لي فهران ارجع عليه ارجع عليه ارجع عليه يلا ارجع ارجع عليه اسمع سير ارجع عليه يلا سير ارجع عليه يلا سير ارجع عليه بسرعه بسرعه هيا سير هي ثعبان خبيث باش حمو قلب باش سير سير لي سير لي باش حمو قلب باش جلالي
ثعبان غواص ناري ساحر نجس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا له النعمة وله الفضل له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. بسم الله لا إله إلا لا إله إلا الله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ما ضل صاحبكم ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنجم
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ما ضل صاحبكم ما ضل ما ضل صاحبكم وما غوى 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 وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بسم الله يبطل كل سحر بالنجم بنجم معلوم بمنازل النجوم بنجم معلوم بمنازل النجوم بنجم معلوم بمنازل النجوم في ليلة النجوم بطبس ونجوم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بنجم معلوم بمنازل النجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون الله أكبر من كل شيطان أحضره بسحر النجم والنجوم بمنازل النجم والنجوم الله أكبر من كل سحر عظيم عظيم النجم والنجوم في ليلة القمر والنجوم على ضوء القمر والنجوم ذبحوا له على ليلة النجم والنجوم ذبحوا له على ليلة القمر والنجوم ذبحوا له على ليلة النجم والنجوم ذبحوا له على ليلة القمر والنجوم ذبحوا له على ليلة النجم والنجوم ذبحوا له على ليلة القمر والنجوم ذبحوا له على ليلة النجم والنجوم ذبحوا له على ليلة القدر والنجوم ذبحوا له على ليلة النجم والنجوم ذبحوا له على ليلة القمر والنجوم ذبحوا له لإضلال وغواية لإضلال وغواية لفساد وغواية لإضلال وغواية لفساد وغواية لإضلال وغواية لفساد وغواية شيطان الفساد سحره
الفتح على النجوم بالعظم على النجوم بسحره عظيم بالذبح على النجوم سحره عظيم بالعقد على النجوم سحره عظيم بالذبح على النجوم سحره عظيم بالعقد على النجوم والنجم إذا غوى ما ضل صاحبكم وما 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 غوى ولا ينطق عن الهوى ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلامات وبالنجم هم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون والنجوم مسخرات بأمره مسخرات 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 بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله رب العالمين تبارك الله تبارك الله تبارك الله رب العالمين بسم الله يبطل كل سحر بالنجوم بالدم والنجوم بالصور والنجوم بالأمثال والنجوم بالدم 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 على ضوء النجوم بالدم 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 في الشوق بالدم 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 في الغروب بالدم 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 في الشوق بالدم 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 في الغروب بالدم 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 في الشوق بالدم 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 في الغروب بالدم 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 في اكتمال القمر بالدم 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 في اكتمال البدر والقمر بالدم 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 في اكتمال القمر بالدم 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 في اكتمال البدر والقمر بالدم 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 في اكتمال القمر بالدم 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 في اكتمال البدر والقمر على ضوء النجوم وبالنجم هم يهتدون والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 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 بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم بالنجم عظيم بضوء القمر عظيم باكتمال البدر عظيم للفساد عظيم للفساد عظيم للفاحشة عظيم للتهييج عظيم للشهوات عظيم للتهييج مع المد للتهييج مع الجزر للتهييج مع القمر للتهييج مع الريح للتهييج عظيم شيطان بالنجم عظيم والنجم 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 إذا هوى إذا هوى إذا هوى إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى بسم الله يبطل كل سحر عظيم معلق على النجوم محروق على النجوم مدفون على النجوم معلق على النجوم معلق على النجوم معلق على النجوم مخيط على النجوم مخيط على النجوم محروق على النجوم محروق على النجوم جرى في المجاري على النجوم جرى في المجاري على النجوم ذبح له 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 على النجوم معلق في النجوم معلق على النجوم معلق
تعلق على النجوم، خيطوا على النجوم، تخروا على النجوم، ذبحوا على النجوم، جرى في المجاري على النجوم، ملفون على النجوم، على النجوم في السطح، على النجوم في السطح، على النجوم في شرفة البيت، على النجوم في نافذة البيت، على النجوم في المقبرة، على النجوم في البحر، على النجوم في البئر، على النجوم قبل الفجر، على النجوم في الليل، على النجوم قبل الفجر، على النجوم قبل الفجر، على النجوم في الليل، على النجوم قبل الفجر، على النجوم في الليل، على النجوم شيطان أسود طيار، شيطان أسود غواص، 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 أحب الظلام أفسد في الظلام، أحب الظلام أفسد في الظلام، فتن في الظلام، هيج في الظلام، شيطان أسود على الظلام، أحب الظلام، شيطان أسود في الظلام، أحب الظلام، هيج في الظلام، فتن في الظلام، عذب في الظلام، وسوس في الظلام، ضيق في الظلام، اعتدى في الظلام، اعتلى في الظلام، على الشهوات في الظلام، على الصدر في الظلام، على الرحم في الظلام، على العقل في الظلام، شيطان أسود، شيطان أسود، وكلوه في الظلام، وكلوه بالظلام، على الإيمان، على الاستسلام، على الإسلام، على الاستقامة والالتزام، ظلام 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 في الوجه، ظلام 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 في الوجه، ظلام 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 في الوجه، ظلام في القلب، ظلام في القلب، ظلام في السير، ظلام في السير، ظلام في الزواج، ظلام في الزواج، ظلام في العمل، ظلام في الكلام، ظلام في الكلام، ظلام لقلتها، لذلتها، لقلتها، لذلتها، لاحتقارها، لاحتقارها، لحرمانها، لتعذيبها، ظلام 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 ظلام، شبان شبان أحمر، شبان شبان أحمر، شبان شبان أحمر، شرب من الدم، قربوا له الدم بالبخور والدم، شبان 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 شبان، 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 شبان 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 شبان، أثقل الصلاة، أثقل القرآن، أثقل الصلاة، أثقل القرآن، أثقل القيام، أثقل الصيام، شيطان 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 ثعبان، شيطان 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 أحمر ثعبان، في الفراش أحمر، في سرير أحمر، في غطاء أحمر، في لباس أحمر، في العقل أحمر، في شهوات أحمر، ثعبان 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 سحر عظيم، بالنجم عظيم، بالشمع عظيم، بالشمع بالشمع داب 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 داب، شمعه عظيم 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 التهيج، شمعه عظيم 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 عظيم، بقاسم بقاسم تكفي على شمعة، بالنجمة رسمت على شمعة، بقاسم ذاب مع الشمعة، حياة ذابت مع الشمعة، سعادة ذابت مع الشمعة، حياة ذابت مع الشمعة، سعادة ذابت مع الشمعة، كتب على الشمع على الشمع على الشمع على الشمع على الشمع الأبيض والأحمر، على الشمع الأسود والأبيض والأحمر، على الشمع على الشمع على الشمع على الشمع على الشمع على الشموع على الشموع على الشموع على الشموع على الشموع، ثمان ناري 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 ناري، سحر احترق في الجمر، احترق في الشموع، احترق في الجنوب، احترق في الشموع، احترق في النار، احترق ناري 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 ناري، أحمر سحر احترق في الشموع، احترق في الجمر، احترق في الشموع، احترق في النيران، احترق سحر احترق، احترق احترق في الحطب، احترق في لهيب النار، احترق سحر ناري 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 ناري، في عاشوراء احترق، في عاشوراء احترق، احترق 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 في نيران الشوارع، احترق 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 في نيران الأعياد، احترق
احترق احترق احترق احترق احترق في نيران المناسبات احترق سحر ناري ناري شيطان ناري سحر ناري شيطان ناري سحر ناري شيطان ناري سحر ناري شيطان ناري 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 سحر ناري شيطان ناري سحر احترق احترق الشمع احترق الجمر احترق في نيران الشوارع احترق في طقوس المجوس احترق في طقوس الشعوذة احترق في طقوس الشعوذة احترق في طقوس المجوس احترق في طقوس المجوس احترق في طقوس الشعوذة احترق في طقوس الشعوذة بدخول بمعازف بغناء برقص بعري بفواحش بقداسم احترق سحر احترق ناري 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 شيطان احمر ناري ثعبان 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 ناري شيطان ناري ثعبان ناري رموا 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 له قسما قسما عزيمة قسما قسما على النار على النار اهدوها له على النار اهدوها له على النار اهدوها له على النار اهدوها له على النار كتبوها له على النار كتبوها له على النار شمت بخورة شمت بخورة شمت بخورة تخطى الدم شمت بخورة تخطى الدم شمت بخورة تخطى الدم شربت سحرة شربت سحرة شربت قلسمة شربت سحرة شربت قلسمة شربت سحرة شربت قلسمة تخطى تخطى الدم تخطى سحرة دم شمت سحرة شمت شمت سحرة شمت سحرة شمت سحرة بدخول 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 نفذ نفذ من الخيشوم إلى الأنف والخيشوم إلى الدماغ من الخيشوم إلى الفؤاد من الخيشوم سحر مشموم 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 على النار مشموم على النار مشموم محروق مشموم محروق مشموم سحر مشموم 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 محروق مشموم ناري 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 محروبة ناري ناري على الرماد محروبة على الفحم محروبة على الحمر محروب في طقوس الشعوذة في طقوس السحر في طقوس الساحرة محروب مشموم محروب مشموم على النار شيطان ناري 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 شيطان 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 أحمر سنين شيطان أحمر ثعبان شيطان أحمر سنين شيطان أحمر ثعبان شيطان إبليس 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 أحمر سنين إبليس أحمر ثعبان إبليس أحمر سنين إبليس أحمر ثعبان ناري 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 برتقالي ناري أحمر ناري حياة حياة نارية حياة 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 من جمله نارية حياة 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 من جمله نارية حياة 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 نارية حياة حياة سامة نارية حياة 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 سامة نارية حياة 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 من جمله نارية حياة 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 سامة نارية حياة 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 من جمله نارية حياة 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 سامة نارية ساحرة بيضاء سحرته ساحرة بيضاء فتنته ساحرة بيضاء أحضرته ساحرة بيضاء تكلمت باسمه نادته باسمه تكلمت باسمه نادته باسمه في طقوس الشموع في طقوس البخور والشموع في طقوس النيران والشموع أهدت وأهدت 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 باسمها أهدت وأهدت بصورتها أهدت وأهدت بأثارها بسم الله بسم الله بسم الله يضرب بصنا ويبع 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 على النار وحن على النار على الشمع والنار على الفحم والنار على الحقول والنار على البخور والنار ناري 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 جرى في المجاري ناري وجرى في المجاري ناري وجرى في المجاري ناري وجرى في المجاري ناري وجرى في المجاري سحره ناري 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 محروق على النار على الحقول والنار على الفحم والنار جرى جرى القطر في المجاري على ضوء
النجم على ضوء النجوم في اكتمال القمر في اكتمال البدر في اكتمال القمر في اكتمال البدر جرى 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 في المجاري جرى 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 في مجاري شدده على راس كل شعر في حينها في حينها في حينها في حيضها شدده على دمها على دمها على دمها على دمها في حينها في حينها في حينها في حيضها على دمها على دمها على دمها على دمها في حينها في دمها في حينها في دمها في حينها ضربتيني ضربني ضربة ديال بصح والله الا ضربني ضربة قوية يا دادات ماشي مشكل ناخذ العقد عقلو بشوية ماشي مشكل ما نفتحوش نفوسنا ولو انه ضربني صراحة ضربة قوية لان الكلام الكلمات كتحقو ديال بصح ماشي مشكل لا ولا ما تقلش هذا هو ضربتيني ضربة وخو بالحر الكلمات ولكن باش تعوج مرة ثلاثة كتولي مع الإصرار يا ولا ما تخلينيش غير باش تعرف ان الله تعالى معنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله قرقس النار نار 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 على ضوء النجم نار على ضوء القمر نار في الحضر في الحمي في النار نار جرى 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 في المجاري على ضوء القمر على ضوء النجم على ضوء القمر على ضوء النجم على ضوء القمر على ضوء النجم جرى في المجاري في المجاري في المجاري في المجاري في المجاري أحرقوه 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 في النار في النار على النار بالشمع والنار في الحضر والنار في الحمي والنار نار 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 شيطان قاد النار شيطان نار ثبان نار تن النار شيطان 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 نار سحو بالنار بالنار اكتمل سحو بالنار 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 اكتمل على النجم اكتمل على النجم اكتمل في ضوء النجم في ضوء النجم في ضوء النجم في ضوء القمر باكتمال البدر باكتمال القمر محروق محروق في الشمع في الشمع في الشمع في النار في الحضر في الفحم جرى في المجاري القوم في المجاري احرقوها القوم في المجاري القوم في المجاري القوم في المجاري في في ليلة البدر في ليلة القمر في ليلة البدر في ليلة القمر في ليلة ذوي آدم في ليلة القمر في ليلة البدر في ليلة القمر في ليلة البدر سماوي ماوي 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 سماوي ماوي 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 في ساحر ماوي 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 جرى 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 في المجاري أحرق على الشمع بآثار الشمع أحرق في النار في النار بآثار النار بآثارها بآثارها بصورتها باسمها برسمها بوصفها بقنصها بعزيمتها بقاسمها على النجم على النجم على النجم في ضوء النجم في ليلة النجم في ليلة القمر في ليلة البدر على النار على النار على النار شيطان النار حضر شيطان النار حضر شيطان النار حضر في ليلة النجم بالنبح والنجم بالماء والنجم بالنجاسات والنجم بالرقص والنجم بالبخور والنجم بالطرب والنجم شيطان 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 ضياء 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 حضر شيطان غواص 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 خرب له بالدم على النجم بالدم على النجم بالدم 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 على النجم جرى جرى في المجاري رموا في المجاري جرى في المجاري رموا في المجاري بعزيمة على المجاري بنجاسات على المجاري بدماء على المجاري بدماء 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 على المجاري تبان 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 سكنا بالدم والنجاسات على الدم والنجاسات على النجم والنجاسات على النار والنجاسات شدد جد في كل حي في كل حي في كل حي في كل حي في كل قمر في كل قمر في كل قمر جدد على النجم على القمر باكتمال القمر باكتمال القمر في حيضها في حيضها جدد في البر جدد في اكتمال القمر جدد مع ضوء النجم جدد في ظلام الليل في ظلام الليل في ظلام الليل في ظلام الليل جدد في كل ليلة جدد في كل أسبوع جدد في كل شهر جدد 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 في الدنيا جدد للعذاب لسواد العذاب لسواد العذاب لسواد العذاب لسواد سواد الوجه في ظلام الليل سواد سواد المشاعر في ظلام الليل سواد الاستقامة في ظلام الليل سواد المحبة في ظلام الليل سواد الالتزام في ظلام الليل شيطان الليل شيطان الليل طيار الليل غواص الليل شيطان الليل شيطان الليل غواص الليل غواص الليل طيار الليل طيار الليل طيار الليل غواص الليل غواص الليل طيار الليل شيطان الليل فتا 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 الليل نحسوه بالليل نحسوه بالليل على الصوت بالليل على شهوات بالليل على الصوت بالليل على شهوات بالليل تهيج 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 بالليل على التهيج بالليل على التهيج بالليل على التهيج بالليل على البلادة بالليل على البلادة بالليل على رغبة في الموت بالليل على رغبة في الاقتتال بالليل على رغبة في الانتحار بالليل على رغبة في الخصومة بالليل على رغبة في العدوانية بالليل تبان 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 تبان
شيطان ثعبان سحر النجم اكتمال القمر ضوء القمر والنجم اكتمال البدر النار وجرف المجاري ناري غواص ساحر دم ونجم وتجديد في ظلام الليل في اكتمال القمر في الحيض ويبقى العذاب ما بقي الظلام والنجم واكتمال البدر والحيض وهذه أمور دائمة إذن كأنه سطر لبقاء العذاب والحرمان والشقاء علم وغواص سحر في المجاري وناري سحر على النار فمن هنا يفهم كل شيء وجمع قوته بالدم وبالنار وبالمجاري ويعيش في الظلام ولهذا يركن إلى داخل المكتب أو يطفئ الضوء لأنه يتقوى بالظلام وتزداد الفتن والمحن كلما جنح الظلام أرخى الليل سدوده كلما جاء ظلمة الليل إلا وساوس تهييج أو شهوات أو فتن أو محن أو تعطيل في العبادات وغيرها كثير لأن هذا حال قد يكون السلوك والسير بالليل بالنهار معتدل متزن قد طرأ عليه أشياء أحيانا لكن قد يكون في الليل الوجاج لحال المتلبس بالجسد وقد يكون عكس ذلك عند البعض يوم معوج ليل غير معوج على حسب من يسكن البدن والوظيفة في الجسد ونوع السحر في البدن لما أنا سكت كأنه ناعس إنه كان كيتعذب كيتشوى إنه كان كيتعذب كيتشوى ماذا كان يقع الآن أمامي شيء عجيب الآن لما سكت الآن كأنه ميت أعطيكم مقاس سكت ساعة ما غتحركش لأنه يريد أن يأخذ راحته وتستيقظ لا تشعر بأي شيء لو أني سكت الآن تكون ساعة ما غاديش تتذكر أخت ولا شيء أبدا ولا شيء أبدا ما تذكر تحر أي شبه ميتة الآن شبه ميتة هي لا تتذكر أي شيء وهو الآن يشعر كأنه نوم عميق هي غير موجودة تتذكر والو وفي نفس الوقت هو الآن يعني لا يتحرك كأنه ميت لأن شدة قوة الرقية التي كانت عليه خاصكم تعرفوا السير لما انتك علاش كنبحثوا عنها في الرقية وكانت تكلموا كثير باش نجيو لهذه النقاط مهمة جدا مثلا النجم ضوء النجم اكتمال القمر بدر كان يقول نعم يقوم ويصرخ ويسقط يقول نعم عند ضوء القمر كان طقوس على النجم ضوء اكتمال البدر لأن كان يحرص السحرة يحرصون على طقوس معينة عند اكتمال البدر القمر حتى لا يكتم بدرها ويكتم نورها هذه أمور تقرأ في كشمس المعارف وغير من كتب السحر والكفر والعياذ بالله يعني هذه المدى حرمها العلماء ولا ينظر إليه الإنسان ولا يقرأ أبدا لأن في هذه الأمور إنسان بحب الفضول يفعل لك يولي ساحر ويؤذي الناس مفهوم والعياذ بالله فهذه أشياء محرمة قراءة وبحثا ومعرفة وتعليم لا يجوز أبدا وبعض الناس يقوم بهذه الطقوس هذه وكيمشي ويعملوها مثلا في الليلة الأولى على النجم ثم على نصف القمر ثم على اكتمال القمر والبدر ثم كذا تكتب كذا وكذا وتنادي بكذا ثم تأتي بالشمعة وتكتب عليه كذا وفي ليلة كذا ب 13 و 15 وتعمل كذا ثم تنفخ فيها كذا ثم تأخذ بقاياها في كذا ثم تأتي مثلا بشرويط كما يقول تكتب عليه كذا وتجعل في الماء على كذا في القمر
الندى في الطل يوم كذا، وتأخذ هذه كلها مع كذا، ثم تأتي بالدم كذا، ثم آثار كذا، ثم بعد ذلك لما تأخذ طقوس الليل والنجوم وكذا ودورات الأرض والمد والجزر وغيرها، ثم تأتي بها مثلا وتجمعها، ثم تجري في تنادي على شمهروش تقطقوش يعني على بشحم كذا، ثم تكون باسمه، تكون بصورته، تكون بلباسه، بآثاره، ثم بعد ذلك ترميها في المجاري في حضوره كأنك ترضي لأنه جرى المجاري، فكجمع بين النار طبيعة النار وطبيعة المجاري، ثم تنادي على اسم المسحورة وكذا وترسل إليه، فهو يتربص بها في المكان الذي سيأتيها وينادون عليه ستكون في مكان كذا أو باسمها أو باسمها بآثارها، ثم يذهب إليها وتبدأ هذه أمور. حينما نبحث عنها نحن في الرقية بخطوات ليس عبث، إن من أجل الغاية الوصول هو أن نقف على حقيقة السحر كيف صنع، لأن حينها يتحرك العرض رغما عنه ويعذب رغما عنه ويضعف رغم عنه بإذن الله، وتنمى يكون مفتاح العلاج بإذن الله جل وعلا. يعني تبقى طقوس سحرية بين الساحر والشيطان، وأنت كمعالج باحث تسير عليها بخطى الأعراض وما تراه من تجلية أثناء الرقية حتى تصل إليه إن شاء الله بإذن الله تعالى، ومن ثم يكون العلاج بإذن الله عز وجل سريعا علم. ويصعب العلاج إن لم تصل هذه الشفرات، يصعب العلاج إن لم تصل إلى هذه الأنواع وهذه الشفرات وهذه المفاهيم، فيصعب عليك تقعد تضرب تخبط 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 وأنت لا تعرف ماذا تقدم وما تؤخر وإن وصلت وإن لم تصل وهكذا. ذواليك جلسة من أجل استوخر من أجل القراءة، ولكن لم يكن عندك ترتيب ولا فهم، ويصعب عليك الوصول إلى الحل. لما كنت أتكلم بدأ يتحرك، بدأت أذكره لأنه موجود، وأذكره بطقوسه، مفهوم؟